وكذلك الإصابة بالسرطان والتي تسمى بالأمراض العصبية، ولا والباركنسون
الضربه ديال الخبز في الجسم ديالك هذاك ترتفع نسبه هرمون الانسولين، والكل يعرف ما معنى الانسولين. كترتفع نسبه الانسولين الوجبه الاولى فيها نسبه الانسولين عاليه تاثر على القلب تنزل الى المكان ديالها وتدخل الى يعني المكان الذي تستهلك فيه قبل ما تستهلك ما تريد الراحه تاتي الوجبه الثانيه. قبل ما تريد ترجع الى مكان الراحه تاتي الوجبه الثالثه والوجبه الرابعه ولا تستريح ماده او هرمون الانسولين. وحينما هرمون الانسولين لا يرتاح ماذا يعطيني؟ يعطيني هرمون الستريس. وهذا هرمون الستريس هي التي اسمح لي يعيش فيها الانسان الحياه في حياته اليوميه مشاكل الستريس والستريس والستريس والستريس. شكون كان السبب ديالو؟ الاكل العشوائي والمستصعب. اضافه الى ذلك لما تكون عمل الانسولين بشكل متواصل ماذا يقع؟ ينتقل عملها من انتاج الطاقه الى عمل التخزين، ويبدا يخزن الانسان النفايات بالنسبه للرجال في البطن وبالنسبه للنساء في الاكتاف. ما السبب؟ الاكل المتواصل، الطعام فوق الطعام. لما كنا ناكل الطعام فوق الطعام كن على اليقين بان الرجال الكشف ديالهم غتزيدو قدام، وان النساء الاهداف ديالهم غيبقاو يعرضوا من الوسط. من السبب؟ ماده الانسولين التي تم افرازها ولم اعطيها الراحه. فاول شيء يجب علي ان افكر فيه لكي اخرج من هذه المصائب وهو ان انزل ماده الانسولين وان تاخذ قسطا من الراحه. اذا اخذت قسط من الراحه كن على اليقين انك ستخرج من هذه الامراض العصبيه التي اصبح يتكلم بها الانسان. ثم المساله الثانيه وهو بمجرد ما ياكل الانسان نسبه هرمون التستوستيرون ينزل الى الحضيض. هو التستوستيرون وهو هرمون الطاقه. لما كان الانسان كيكون كودي كرمون مهدود ما قادش يمشي للخدمه عيان مساري، هنا كتقول بانه هرمون الطاقه اللي هو التستوستيرون يعني يكون نازلا من الحضيض، وكذلك هو المسبب الى الحيويه والنشاط والاندفاع. لما كيكون عندنا هذا الهرمون قوه كيكون الانسان نشيط ودا سمه عاليه وما الى غير ذلك من الاشياء التي تعطيه الحيويه والنشاط. فاذا جاءت الحيويه والنشاط اعلم بانك هذا الهرمون نزل الى الحضيض، وبالتالي كذلك القوه الجنسيه. واصبح لدى الشباب والله الذي لا اله الا هو مجموعه من الشباب في العشرينيات جاوني بالاوراق ديال التحليلات ديالهم وعنده صفر حيوانات صفر اخر سبيري. وفاش مشينا قلنا ليه قم بالتحليلات ديال هذا الهرمون لقينا بان تحليل الهرمون وصل الى الحضيض. ماذا تفعل يا رجل؟ يسهر، والسهر له مصيبه كبرى على هذا الهرمون. ثم بعد ذلك الاكل المسترسل. اذا مشي مع السيجاره وكذلك مع الخمر هو المسبب الرئيسي لهذه الامراض العصبيه، بل قوه السهر وكذلك الاكل فوق الطعام فوق الطعام ممكن ان يكون سبب في انزال هذا الهرمون، هرمون الدفاع، هرمون القوه، هرمون الطاقه، هرمون الحيويه، هرمون النشاط. اذا اخذ الانسان الطعام فوق الطعام عنده نسبه الكوليسترول عالي ونسبه التستوستيرون ينزل الى الحضيض. لكن وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ولما كيصوم الانسان كاين عنده وجبه ديال الافطار وجبه ديال السحور وما بين وجبه ووجبه على الاقل 7 ساعات. والهرمون الانسولين بمجرد ما كيوصل النسبه ديال 3 ساعات كيوصل الى الحضيض، وهذا هو المطلوب في ان يكون لدى الانسان. كل 3 ساعات خصك الانسان يدخل ولا ضغمه ديال الطعام في البطن ديالو حتى تخلي المستوى ديال هرمون الانسولين يرجع الى الحضيض. فاذا خليتي 7 ساعات فانت قمت باحسن هديه لجسمك. والان في كل دول العالم اصبحوا يتكلمون على فاستين ويتكلمون على الجمع كاملا والاو الصيام المتقطع. وشنو هو الصيام المتقطع؟ 8 ساعات 16 ساعه ما بين مكله ومكله ثانيه وبعد العشاء الفطور ديالو 16 ساعه 8 16 هي الوسيله الجديده التي اصبح الجميع يتخذها وسيله لانزال هرمون الانسولين ورفع مستوى هرمون التستوستيرون. وفعلا لما
انشئت مراكز كبرى والمركز الاول الذي انشئ في المنشئه في هذا الصدد وهو مركز روسيا، ثم بعد ذلك الولايات المتحده الامريكيه والان المانيا وايطاليا وفرنسا نشأوا هذه المراكز التي الى متى تدخل فيها المركز هذا ويجمعوا خاصك تخلص ما بين 500 درهم حتى 1500 درهم حتى 2500 درهم على حسب الخدمه التي اردت ان تتقدم. وعندنا احنا رمضان ياتينا بدون ان تؤدي ولا درهم. اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نمط العيش في هذا الرمضان في هذا الشهر المبارك ونحن نتكبر كم قول عاد هذه شهرها عاد تاني عاد تاني نموت بالشهر. يبدي والله والله الذي لا اله لو كنا ندخل رمضان والاثنين والخميس و13 و15 15 يوم لكان كل المسلمين العرب لكانوا وغير العرب لكانوا في صحه جيده. وساعطيكم لماذا؟ اذا عرفنا الحقائق سنحب الصوم لاجل المنفعه الروحانيه التي سنلقاها من قبل الحق سبحانه وتعالى. وكذلك جاءكم المطهر حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جاءكم المطهر. المفسرون الشرعيون يقول سيطهرك من الذنوب ليوصلك الى احسن المراكز عند الحق سبحانه وتعالى. والمفسرون المساله الرابعه تفصيل طابق مقسم الى اربعه اجزاء. الربع الاول يكون فيه الهيدروكربونات. وشنو هما الهيدروكربونات؟ القرش او الدرا او الشعير او الكينوا او البيبي شنو او الروس. الروس شحال الكم اللي خصني ناكل؟ الكم ديال الحفله ديالي. كل واحد في البطن ديالو موجود الكم ديالو ديال الهيدروكربونات في الحفله ديالو. اللي كبير غتلقى تبارك الله الحفله ديالو كبيره، واللي ضعيف غتلقى الحفله ديالو على قد الحجم ديالو. اذا الهيدروكربونات المقياس ديال هذه الحفله ديالي. البروتينات الربع الثاني بروتينات، والبروتينات المقياس ديال الدوره ديال الكف ديالي. غناخذ اللحم الكفايه ديال الدوره ديال الكف ديالي. و ما يسمى بالمكان الثالث وهو الخضروات. الخضروات كناخذ الحفلات ديالي بجوج كنعمرها خضروات. الخضروات اللي غتجي يا اما من الطاجين ولا من المنطقه ولا من شي حاجه مفوره او لا من اللي الصوتي اللي ولينا كنتكلموا بهم دابا. وهذه الخضره كنخبع عليها ما بين جوج حتى ثلاثه ديال الكيس المعاف الكبار ديال زيت الزيتون او زيت الكوكو. لما كيكون الطبق ديالي مشكل بهذه الطريقه هذه كن على يقين انني اعطيت لذاتي كل الاحتياجات التي هي في حاجه اليها لكي تعيد لكي تقوم بعمليه الترقيه وتقوم بعمليه الاصلاح ثم عمليه اعاده البناء. كل الوسائل اعطيتها للذات والحمد لله في الجسم ديالنا فيه مهندسون وفيه كذلك تقنيون وفيه موظفون يعني في الكفاءه العاليه ولكن يحتاجون الى الوسائل والاليات. والوسائل والاليات هي الطعام الذي يجب علينا ان نقدمه اليه. فاذا قدمنا الجسم ديالنا هذا الطعام بهذا الشكل كن على يقين انك اعطيت لجسمك الهديه المناسبه لكي يعيد لترقيه المجال واصلاح ما تم اتلافه واعاده البناء للاشياء التي يجب اعاده بنائها. جاءكم المطهر وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. اذا صام الانسان اول ما يستفيد منه انتاج هرمون جي اش جروث هرمون. هذا هرمون جي اش هو الدور ديالو وهو تسريع النمو وسمى بهرمون النمو يعني توالد الخلايا في الجسم ديالنا. اذا كان عندي نقص في خلايا الكلى مع الصيام تنتج هرمون جي اش وبالتالي تتولد عندك الخلايا ويتم اعاده البناء ديال الكبد ويتم اعاده البناء ديال الكلى ويتم اعاده البناء ديال القلب. اذا الصوم وسيله من وسائل تجديد مكونات الجسم ديالنا. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. اذا بغيتي تجدد المكونات ديال الجسم ديالك صوم فانك ستنتج جي اش وبالتالي ستعيد البناء ديال كل مكونات الجسم ديالك. ثانيا حينما يصوم الانسان ينتج ما يسمى بالكورتيزول والادرينالين والنورادرينالين. الكورتيزول والادرينالين والنورادرينالين هرمونات التي تعطيني كذلك الطاقه وهرمونات التي تعطيني القوه
مروا بصدمة، كيف ما كان نوع هذه الصدمات، من الذي يقنع هذه الالتهابات ويقنع هذه الصدمات؟ وهو هرمون يعني الكورتيزول. وان في ما كيكون عندنا شي مشكل ديال التهابات داخلية، اول حاجة يفكر فيها الطبيب وهو اعطائك هذه المواد، ممكن ان تنتجها تلقائيا وطبيعيا. بماذا؟ بالصوم، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. كذلك حينما يصوم الانسان ينتج هرمون NH، هرمون يوتيليزات، هذا الهرمون هي التي تعطيني انتاج ما يسمى بهرمونات الجنس. عندك التستوستيرون بالنسبه للرجل، والبروجستيرون والاستروجين بالنسبه للنساء. فبمجرد ما تصوم المراه اول اشاره واول علامه تظهر عليها وهو ترتيب العاده الشهريه لها. بمجرد ما تترتب العاده الشهريه كتقول الحمد لله الان الهرمونات عندي كليا اصبحت تترتب. فغير ما بين الامور اللي كتبين لنا بان كاين هناك يعني اعاده للعمل ديال الهرمونات في الجسم ديال الانسان، اولا القوه الجنسيه لما كتصاب عند الرجل او عند المراه كتقول الحمد لله الهرمونات بدات ترجع الى مكانها. ثانيا تساقط الشعر، توقف تساقط الشعر لدى الانسان، بمجرد ما انك تشوف الشعر ديالو خام ومشد وخام ما كاينش عندي تساقط الشعر كتقول الحمد لله الهرمونات بدات تترتب لدي. ثم كذلك تثبيت العاده الشهريه لدى المراه، فهذه المؤشر من المؤشرات على اساس ان الهرمونات داخل الجسم ديالي هرمونات مستقره وكل الهرمونات تم انتاجها بطريقه سلسه. حينما اصوم والعلم اثبت هذا الامر يخرج هرمون NH الذي يعطيني هذه هرمونات الجنس اللي تكلمت اليوم، التستوستيرون والاستروجين والبروجستيرون. ثم حينما اصوم انتج هرمون عجيب جدا يسمى BDNF، وهذا هرمون BDNF هو اللي كيعطيني الامكانيه ديال اصلاح الخلايا الدماغيه واعاده البناء ديال الخلايا الدماغيه. وبحثنا عن الاثنين والخميس، وبحثنا كذلك عن 13 و14 مصر واكثر من ذلك. وعندك فيه كمسلم عندك فيه اجرين، الاجر الاول وهو انك تطهر داخليا في الذات، والاجر الثاني تطهر من قبل ربك. انظر الى هذه الفوائد التي اصبحنا يعني الكل كيقول لكم دير لا خصني يكون تعطاني الحريه في انني ناكل. خذ اسيدي الحريه ديالك وكل. من الضائع؟ من الضائع في هذه العمليه؟ والله من الخسران في هذه العمليه هو انت، لانك لم تقرا ولم تتعلم، ولو تعلمت لسجدت لربك وقلت استحي من الله. هذه الفوائد كلها واعتصمت واقول لما اجبرت بالصيام؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. وانا اقول اتمنى لو ان كل الامتحانات تمر في رمضان. لماذا؟ لان الوليدات ديالنا غادي يكونوا ان شاء الله تكون عندهم نقاوه في الخلايا الدماغيه وطهاره في الخلايا الدماغيه وتسريع حركه التيارات الكهربائيه المغناطيسيه، فحينما يسال اثناء الامتحان يخرج المعلومه بسرعه. اذا الصيام قبل ما نرشد كذلك الوليدات ديالي للامتحانات نصوم واحد الاسبوع ونرشد لهم على اساس ان البي دي ان اش بي دي ان اف تكون عندهم منتوجه بكميه عاليه وتتم فيها تنقيه الخلايا الدماغيه ويصبح ابني في مستوى التطلعات. كذلك حينما اصوم بمجرد ما اصوم تنزل مستوى هرمون الانسولين وتنتج هرمونات اخرى تسمى مجموعه الكاتيكولامين. بمجرد ما يصوم الانسان كيخرج من الهرمونات، ما هو دورهم؟ دورهم انهم يذهبون الى نورون البطن ويذهبون الى نورون الارداف ويبدا في تحليلها. كيخرجوا من الدهون من الكرش ديال الانسان اللي كتسبب له امراض خطيره وامراض مستعصيه، كتخرج من ذلك المكان ويتم تحليلها وانتاج طاقه جديده تسمى الطاقه الكيتونيه، واحسن بكثير واقوى بكثير من الطاقه السكريه. الان الطاقه اللي كنستعملوها في الحياه اليوميه ديالنا وهي الطاقه التي تاتينا من السكريات، اما حينما يصوم الانسان فتاتي طاقه جديده من ما يسمى من الطاقه الكيتونيه، وهذه الطاقه الكيتونيه تكون طاقه
وتسريع إعادة البناء في الجسم يكون قوي، وتسريع إصلاح ما تم تدميره في الجسم يصبح قويا. حتى ما يزيد لم يتم 93 حالة. أنا الذي كنت مواكب لهذه الحالات 293 حالة التي شفيت بفضل الصيام قبل أن يدخل رمضان. حتى نقول لهؤلاء الناس بأن وراء صيامكم هو وراء الصيام بيت العلاج، باش يمشي سيدنا رمضان يكون مهيئ نفسيا أنه سيصوم بالطريقة المثالية وأنه يكون هي لأن يعني يأخذ الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. إذا الله سبحانه وتعالى يحب أن نعبده ويحبنا أن نعبده على علم. قبل ما تصلي شنو هي الفائدة من الصلاة؟ قبل ما تصوم شنو هي الفائدة التي تترتب عن الصوم؟ ولما كنعرف الفوائد المترتبة عن الصيام وعن الصلاة وعن فإنك تعبد الله لأشياء. تعبد الله لذاته. وبعد ساعة أنا أقولها لكم، إذا كان الله سبحانه وتعالى أرحم بالإنسان أكثر من حب الأم لابنها، فوالله لو أنك طلبت قلنا الأم ديالك راه ديالك غادي ندير واحد الشيء معاك ديال السجن. غطوطك الجن أو غادي نشدو الولد ديالك ونرميوه فوق النار. شنو غادي ندير لك؟ غادي تنقص وما تخليش ذاك الولد ديالها يمشي يتدمر في النار. إيه ولا لا؟ كاين ولا ما كاينش؟ وهذا الحب وهذه المحبة اللي كاينة عند الأم للابن ديالها فإن محبة الله لك أكثر من محبة أمك. فإن الله لا يصره أنه يرمي بنا إلى النار. لا يصره أنه يرمي بنا إلى النار. فقط شوف كيف يقول الكردي، إذا أردت أن تدخل الجنة فبشق ترى بالله عليكم واش نستمرغ أن تدخل الجنة. إذا أردت أن تدخل الجنة فبكلمة لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله وتدخل الجنة. شوف الله سبحانه وسع عليك الأبواب الرحمة وأين أنت؟ أين أنت؟ ولكن لما تعرف الله بحقيقة الأشياء والله العظيم سترجع إلى الله لتحبه لذاته. إذا قلت لما يدخل الإنسان في عملية الصوم ينتج هذه المجموعة من الهرمونات التي تعطي هدف لهذه الدهون، وحينما تهدم الدهون بطبيعة الحال النتيجة ماذا ستكون؟ التخسيس. بمعنى أن الإنسان اللي يكون عنده زيادة في الوزن ممكن فقط بالصيام، ومش الصيام المغربي، بالصيام الذي تكلمنا عنه الآن، باش الصيام اللي كاين فيه البطبوطيات والمغريريات والمخماريات والعجائن كلها، لا. الصيام الذي يأتي بالشكل الذي أعطيتكم إياه، وأنا الآن في هذه الأيام بدأت بهذه الطريقة. فمن الثلاث اللي بدينا به الصوم حتى الثلاث اللي بعده 4 كيلو اللي مشات لي الوزن ديالي 4 كيلو. بمعنى الان ترى ان الجسم شغال وفعال بهذه الامور. ومن الذي يشغلكم؟ المساله العلميه التي نتحدث عنها. اذا خاص رمضان، اذا كان في الاسبوع الاول الثاني 4 كيلو، شحال من كيلو غادي تجي لي في الشهر؟ غنضرب 4 في 4 وغتلقى بان ما بين 9 حتى 16 كيلو اللي خاص تمشي الإنسان أثناء رمضان. ولكن إذا كان الإنسان يمشي وفق المنظومة الغذائية الكاملة ليشعر من كل مكونات الجسم تشتغل باطمئنان. ثم كذلك لما يصوم الإنسان يعدي ما يسمى الساعة البيولوجية. والآن إذا سألتم من أقصى اليمين إذا أقصى الشمال غادي تلقى بأن كلكم وأنا معكم لخبطنا الساعة البيولوجية. وشنو هي الساعة البيولوجية؟ لها 3 مؤشرات. المؤشر الأول الطاقة. الآن الصباح كما تقول لي خمس مرات من كوديم راه فعلا ما كنوض إلا وأنا خصني البوجي باش يزيد. ما كنوض ولا نمشي للخدمة كنلقى راسي ديك الطاقة باش أنني نوز النهار ناقصة. إذا لما كيحس براسو الإنسان عنده عياء وما كيقدرش ينوض من الفراش و فإنه لخبط الساعة البيولوجية من ناحية الطاقة. ثم المؤشر الثاني وهو الجوع. ممكن أنكم تلقوا 3 أيام متتالية وتا واحد فيكم غادي يجي الجوع. ولما كيكون هناك هروب للجوع على كأنكم
هذا مسألة الصيام مدة 21 يوم كانت النتيجة أصبح الكل يقول والله أصبحت أعاني من الجوع وليس كنحس بالجوع وليس كنحس ولا نعس بجنين بحال نعس بين الدرسك غير كنطيح كنطيح دودة. لماذا؟ لأنك حينما تصوم فإنك تعيد تقتيل إنتاج هذه الهرمونات التي كانت السبب في تقتيل حياتك اليومية. فالطعام على الطعام كان مدمر، وقلة النوم كانت مدمرة، والقفطات كانت مدمرة، والتليفونات كانت مدمرة، وقلة الرياضة مدمرة، وعدم المساج مدمر، وما إلى غير ذلك من أنماط الحياة اليومية كلها مدمرة. إذا ما هو الحل؟ أول شيء يجب علينا أن نقوم به وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ليس فقط في أيام رمضان بل حتى خارج رمضان، لتتمتعوا بإذن الله بصحة جد مهمة. فوالله الذي لا إلى أن شوفوا من السرطان بالصيام، شوفوا من السرطان بالصيام لما له من الفوائد. فلو كان الوقت أعطي كيف الصوم بإمكانه أن يدمر خلايا السرطانية ويعيد إعادة بناء الجسم كليا بالصيام. فالآن الناس الذين يريدون أن يتبعوا حلية الخروج من هذه الأمراض المميتة، أقول لهم الرجوع إلى الصيام فهو الوسيلة الوحيدة لإعادة ترتيب وإعادة إصلاح وإعادة بناء الجسم. وإلا سندخل في متاهات ممكن أن تأتي بنا إلى أمراض لا يصعب الخروج منها إلا بالعمليات الكبيرة وإلا بالموت. فالصوم يهدينا، وإذا صمنا سنزيل كل الالتهابات الموجودة في ذاتنا، وإذا صمنا ممكن أن يزيد الإنسان في عمره. ثبت علميا أنه الطعام يقتل الخلايا ويقتل الأنسجة ويقتل الأعضاء ويقتل الإنسان بعد ذلك. كل ما كليت الطعام فوق الطعام كتجيب في اليوم خلية بعد خلية، واحد العدد ديال الخلايا كتموت، ولما كتصوم تعيد الحياة إلى تلك الخلايا. فمن بين التجارب الإخبارية التي أقيمت بين العلماء على أساس أنه إذا صار الفأر فإن مدة الحياة تدوم بنسبة 30%. إذا كان الإنسان غادي يعيش 90 سنة وصار ممكن يعيش 28 سنة، ثلث العمر ذلك ينتهي في الحياة ذلك فقط بالصيام. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا ندعوك علما نافعا وقلبا خاشعا والغنى عن الناس. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك المغفرة ونسألك كذلك العفو، واعف عنا يا رب، واعف عنا يا رب. اللهم لا تجعلنا نخرج من هذا المسجد حتى تكتبنا من العتقاء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا بجوار حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اننا حرمنا رؤيته في الدنيا فلا تحرمنا رؤيته في الاخره، ولا تحرمنا مجاورته في الاخره، ولا تحرمنا ان نكون من اصحاب يومه في الاخره يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. انه لا يزول عليك شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع هذه المحاضرة النافعة الماتعة والتي أتحفنا بها فضيلة الدكتور سيدي محمد الحسين، والذي زارنا من ديار مدينة قنيطرة وقد تجسم السعر الصفر رغم مجموعة من الإكراهات التي وقعت لهم اليوم، وهو عاطف في السيارة حالة بيننا وبين أن تملمت بطلعته والجمس بين يديه بين بعد صلاة الظهر، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار لنا أن نجلس بين يديه بعد صلاة العصر. نعم الصلاة وهي الصلاة الوسطى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه حضوره ويتقبل منه علمه وينفعنا بما سمعنا ويعلمنا بما ينفعنا إنه لذلك القدر عليه.
أستاذ واحد من تدخل الدين تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله. الله يجزيك بخير. ذكرت لنا الفوائد ديال الصيام للجسم لا شك فيها، ولكن من جانب اخر لا بد يكون شي ناس اللي غيضرهم الصيام ولا هذا بعض الامراض ولا بعض المسائل اللي كتضر بهذا، لا باس من التذكير بها اذا كان ممكن. مرحبا. ما كانش ناخذ الاسئله كامله ونحاول نجاوب عليها بجمله.